أحكم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام الخميس سيطرته على كامل مدينة تدمر الأثرية التاريخية وسط سوريا. وأعلن تنظيم داعش أن السيطرة الكاملة شملت أيضا مواقع عسكرية تابعة للجيش النظام السوري كالقاعدة الجوية ومقر مخابرات بادية الشام وسجن تدمر. وسيطر مسلح داعش على معبر الوليد المعروف بالتنف، وهو آخر المعابر الحدودية العسكرية عند الحدود مع العراق بعد انسحاب الجنود السوريين منه. وكانت معارك ضارية شهدتها تدمر التابعة لمحافظة حمص الأربعاء، قتل فيها أكثر من 460 شخصا بينهم مئات من الجيش السوري النظامي وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة يونسكو أعربت عن خشيتها من قيام داعش بتدمير المدينة الأثرية كما فعل في متاحف الموصل.